الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على سيد الوجود وأشرف موجود وأحب الخلق إلى الواحد المعبود، مولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة ربنا قريبة من المحسنين، أي الإنسان اللي عنده سخاء وكرم. وسيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والكرم والسخاء صفة من صفات مولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون من الريح المرسلة. وعلشان أنت في شهر رمضان لابد أن تغتنم موسم الطاعات في كل شيء حتى تدرك النعيم وتكون إن شاء الله من العتقاء من النار ومن المقبولين. خرج سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن جعفر، خرجوا إلى الحج، خرجوا من المدينة قاصدين مكة لأداء فريضة الحج، ففاتتهم أثقالهم والمتاع بتاعه، الأثقال فاتتهم يعني سبقتهم. ففي الطريق مروا على عجوز لا تملك إلا شاة واحدة، فقالوا: عندك ماء؟ قالت: نعم. شربوا من الماء. قالوا: عندك طعام؟ قالت: ليس هناك إلا هذه الشاة. فذبحوا الشاة وأعدوها وسلقوها وكلوا وتركوا العجوز وحيدة تجود بالشاة الوحيدة اللي عندها. فقالوا لها: نحن نفر من المدينة، أنا فلان وفلان وفلان، وقاصد بيت الله الحرام لتأدية فريضة الحج، ونخلص وموجودين في المدينة. شوف كرم أهل البيت هنا، أدوا الفريضة وعادوا جميعا إلى المدينة. فذهبت العجوز إلى سيدنا الحسن فأعطاها 1000 شاة و1000 دينار، وذهبت إلى سيدنا الحسين فأعطاها 1000 شاة و1000 دينار. ثم بقي سيدنا عبد الله بن جعفر فذهبت إليه قال: بكم وصلك أخي الحسن وأخي الحسين؟ قالت: ب2000 شاة و2000 دينار. قال: وأنا أصلك أيضا ب2000 شاة و2000 دينار. فعادت بكرم آل البيت ب4000 دينار و4000 شاة. هذا هو كرم آل البيت، ده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدا شباب أهل الجنة، الخليل إبراهيم يجد في بيته ملك الموت فقال له: جئت زائرا أم قابضا؟ قال: جئت يا إبراهيم أبشرك أن الله اتخذ خليلا من أهل الأرض. فقال: دلني عليه حتى أصاحبه، ولو كان في المشرق أو المغرب لذهبت إليه. قال: كيف أدلك عليه وهو أنت يا إبراهيم؟ قال: لما اتخذني خليلا يا عزرائيل؟ قال: لأنك تعطي الناس ولا تسألهم، تجود بالكرم. فجاء بعجل حنيذ وجاء بعجل سمين، كان سيدنا إبراهيم إذا جاءه الضيف
جاء بعجل حنيس وعجل سمين يضع أمام الضيف. هذا هو الكرم، وما نتحدث عنه هو سيدنا عبد الله بن عباس الذي أعد الوضوء لمولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ده دعوة سيدنا النبي لسيدنا عبد الله بن عباس اللي أنا عاوزها في الحلقة النهاردة علشان خاطر ليلة القدر، عشان تعرف ليلة القدر سيدنا عبد الله بن عباس تحدث عنها أمام سيدنا الفاروق عمر. إذن هو دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعد الوضوء لسيدنا النبي وكان غلام حدث، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فجاء سيدنا عبد الله بن عباس كان ترجمان القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس مع حداثة سنه كان سيدنا عمر بن الخطاب يجلسه مع أكابر الصحابة. لما جلس سيدنا عمر بن الخطاب مع الصحابة في رمضان وقال لهم: ما تقولون في ليلة القدر؟ منهم من قال كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظروها في الوتر الأخير، في الليالي الوترية وفي العشر الأواخر. فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ هذه دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: يا أمير المؤمنين، هي ليلة 27. فتبسم سيدنا عمر فقال: لما يا ابن عباس؟ قال: إن الله وتر يحب الوتر، وهي ليلة 27. فقال له: كيف علمت؟ كيف علمت؟ قال: إن الله جعل الأيام تدور على 7. الأيام تدور على 7، يعني الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. وقال: إن الله جعل السماوات 7، وجعل الأراضين 7، وجعل البحار 7، وجعل خلق الإنسان 7، وجعل الطواف بالبيت 7، وجعل السعي بين الصفا والمروة 7، وجعل رمي الجمارات 7. وأعطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثاني 7، مصداقا لقول الحق في قرآنه: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فتبسم سيدنا عمر بن الخطاب وقال: من كان يفتي مثلما أفتى عبد الله بن عباس؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين، أهو بيزود كمان في ليلة القدر إن هي 27. ثم قال: يا أمير المؤمنين، ليلة القدر ذكرت في السورة 3. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ذكرت 3 أيام: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر حروفها 9، وذكرت 3 مرات. حروف ليلة القدر 9، وذكرت 3 مرات، وذكرت 3 مرات في 9 ب27. فتبسم سيدنا عمر ثم قال: هي سلام، هي حرف 27. فتبسم سيدنا عمر لما وصل ابن عباس من العلم حتى
علم أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولما لا؟ وهو دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعد الوضوء لمولانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.